السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، طلبة تالتة ثانوي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. إحنا النهاردة إن شاء الله هنحاول نلم لحضراتكم الأفكار بتاعة الإلكترو كيمستري اللي هو تشابتر 4، وده أكتر تشابتر بيكون ليه أسئلة أدفانسد، أسئلة قوية، فيها أفكار كتير. إن شاء الله بإذن الله بعد ما نخلص الفيديو ده هنبتدي نحل مع حضراتكم الأسئلة الأدفانسد، أسئلة قوية جدا، وربنا إن شاء الله يعيننا إن إحنا نكمل الأسئلة دي كلها بطريقة تناسب كل مستويات التفكير لكل الطلبة اللي بتتابعنا على مستوى كل المحافظات. وأنا بأكد دايما يا جماعة، أنا ما بشرحش في الأجزاء دي أو في الحصص دي، أنا ما بشرحش الشرح النمطي التقليدي اللي أنا متعود عليه في الحصص، انا بلم لحضراتكم الشابتر كله في اقل وقت ممكن، اللي هو جاست ان انا بعمل ريفرشمنت للمعلومه اللي انت درستها. مبدئيا كده الشابتر ده بيتكلم عن الالكترو كيمستري، اللي هي العلاقه اللي بتوين الالكتريسيتي والكيمستري، واحنا بقى بنحاول ان احنا نجيب حاجتين ونحطهم مع بعض فيحصل اوكسيديشن ويحصل ريدكشن، والاوكسيديشن فقد الكترونات والريدكشن جيننج اوف الكترونز، ونستغل حركه الالكترونز من الاوكسيديشن للريدكشن في الحصول على الكتروسيتي. الموضوع بقى بدا من الاول خالص بمنتهى البساطه لما جبنا بار من الزنك وحطيناها في قلب كوبر سلفيت سوليوشن، اللون البلو بتاع الكوبر سلفيت اختفى بعد شويه، كان كده وبعدين اصبح كده بقى كلير كلرلس، فاحنا عرفنا ان حصل رياكشن ما بين مين ومين؟ ما بين الزنك والكوبر سلفيت. عشان الزنك مور رياكتيف ذان الكوبر، وعشان الزنك اباف الكوبر ان ذا الكترو موتيف سيروس، فالزنك يعمل ريبليسمنت الكوبر ويدينا زنك سلفيت، والكوبر سي يو عشان ميتال يحصل له بريسيبيتيشن. الرياكشن ده بقى يعتبر ريدوكس رياكشن. الاكسديشن نمبر بتاع الزنك هنا بزيرو عشان في الاتوميك ستيت، وهناك الزنك بوزيتيف 2 لان السلفيت نيجاتيف 2، وده معناه ان الاكسديشن نمبر كان زيرو بقى بوزيتيف 2، يعني زاد، يعني حصل اكسديشن. بالمره بقى الزنك يعتبر ريديوسنج ايجنت، اذا الزنك عمل لوزنج الالكترونز. اما الكوبر هنا كان بوزيتيف 2 لان السلفيت نيجاتيف 2، الكوبر بوزيتيف 2، وهناك الاكسديشن نمبر بزيرو عشان ده اتوم في الاكسديشن نمبر بتكون بزيرو، يعني الاكسديشن نمبر كان بوزيتيف 2 وقل بقى زيرو، يبقى حصل ريدكشن، يبقى بالمره بقى الكوبر يعتبر اوكسيدايزنج ايجنت. اذا هنا حصل حاجتين، حصل اكسديشن وحصل ريدكشن، حصل لوزنج وحصل جيننج. الزنك فقد الكترونز والكوبر اخذ الكترونز، فده كده يعتبر ريدوكس رياكشن. بس المشكله بقى ان احنا ما قدرناش نحصل على الكهرباء بسبب ان الملايين من الكوبر اينز اللي كانت في السوليوشن راحت وترسبت على البار بتاع الزنك اللي هو يعتبر نيجاتيف الكترود بسبب تراكم الالكترونز على البار بتاع الزنك. الملايين من الاتومز بتاعت الزنك لما فقدت الكترونز وتحولت لزنك اينز سابت الالكترونز على البار بتاع الزنك، ودول مطمع للكوبر اينز، فالملايين من الكوبر اينز راحت تجري على البار بتاع الزنك عشان تاخد الالكترونز وتتحول من اينز لاتومز وتترسب. وبسبب ترصيب الملايين من الكوبر اتومز حوالين البار بتاع الزنك فحصل ايزوليشن، وانعزل البار بتاع الزنك عن السوليوشن، فالرياكشن توقف وما قدرناش نحصل على الكتريسيتي. فاحنا بقى استفدنا من الاخطاء وقررنا ان احنا نفصل المكان اللي فيه الاكسديشن عن المكان اللي فيه الريدكشن، ونوصل ما بينهم بواير، ونستغل حركة الالكترونز في الحصول على الكتريسيتي. المكان اللي حصل فيه الاكسديشن اللي على الشمال ده بنقول عليه زنك الكترود، وده عباره عن بار من الزنك immersed in a solution contains zinc ions، اللي على البار زنك اتومز واللي في السوليوشن زنك ions، ده الفرق. هناك بقى الكوبر الكترود بار من الكوبر immersed
in a solution contains copper ions, اللي على البار copper atoms واللي في solution copper ions. طب الزنك حصل له oxidation وكل زنك اتوم فقدت 2 الكترونز وتحولت لزنك ايون positive 2 وثابت البار ودابت في قلب السوليوشن، وده بدليل ان الملايين من الزنك اتومز لما فقدت الكترونز وتحولت من زنك اتومز لزنك ايونز وثابت الالكترونز على البار بتاع الزنك حصل ديسوليوشن، والبار بتاع الزنك ده بعد ما كان لونج اصبح شورت، وبعد ما كان ثيك سميك اصبح ثين رفيع بسبب التآكل اللي حصل ده اهو. حتى احنا بقينا نعمل حسابنا ونجيب البار بتاع الزنك ده ثيك عشان عارفين ان يحصل له كوروجن. وبالمناسبه طالما الزنك بيحصل له اوكسيديشن يبقى ده يعتبر انود، لان الانود هو الالكترود اللي بيحصل عنده اوكسيديشن. في نفس الوقت بسبب تراكم الالكترونز النيجاتيف على البار بتاع الزنك اصبح هو النيجاتيف الكترود. طب وهناك الكوبر ايونز اخذت الالكترونز اللي جايه من عند الزنك، كل كوبر ايون اخذت 2 الكترونز وتحولت لكوبر اتوم وحصل بريسيبيتيشن. وطبعا الدليل الملايين من الكوبر ايونز لما جريت على البار بتاع الكوبر راحت هناك مستنيه الالكترونز اللي جايه عن طريق الزنك من خلال السلك. الملايين من الكوبر ايونز البوزيتيف راحت على البار بتاع الكوبر ووقفت هنا عشان تاخد الاثنين الكترونز وتتحول من ايون لاتوم، وحصل بريسيبيتيشن بدليل ان البار بتاع الكوبر بعد ما كان شورت بقى لونج، بعد ما كان ثين بقى ثيك. فاحنا عملنا حسابنا من الاول خالص، بعد كده اتعلمنا من اللي حصل ده وجبنا البار بتاع الكوبر ده ثين اند شورت. طب هنا بقى الكوبر الكترود حصل عنده ريدكشن، اذا ده يعتبر كاثود، لان الكاثود هو الالكترود ات ويتش ريدكشن بروسيس تيكس بليس. وبسبب تراكم الملايين من البوزيتيف كوبر ايونز حوالين البار بتاع الكوبر اصبح هو البوزيتيف. وبقى كده الحمد لله عندنا انود وكاثود اوكسيديشن وريدكشن لوزينج وجينينج نيجاتيف وبوزيتيف بول، والكترونز بتتحرك. اكيد الالكترونز دي لما تتحرك اكيد مش هنقدر نحصل على كهرباء لان الدايره الكهربيه مفتوحه. فاحنا قفلناها بايه؟ ببريدج كوبري يوصل ما بين الاثنين هاف سيلز. الزنك الكترود ده يعتبر هاف سيل، والكوبر الكترود يعتبر هاف سيل. ولما استخدمنا السيل دي از باتري او سورس للالكتريسيتي وحطينا لمبه، الحمد لله اللمبه نورت اهي. بس المشكله بقى ان اللمبه بعد ما نورت بعد شويه بعد ما كانت كده اصبحت كده، الإضاءة ضعفت. ليه؟ بسبب إن حصل هنا مشكلة إن في عدد كبير جدا من الزنك أيونز في قلب السوليوشن، بوزيتيف أيونز كتير، وهنا الكوبر أيونز اختفت ما فضلش غير الصلفيت، فهنا هاي كونسنتريشن للنيجاتيف صلفيت أيونز. وعشان نعمل نيوتراليزيشن للبوزيتيف والنيجاتيف أيونز نحط هنا سولت في البريدج، حتى هي اسمها سولت بريدج، ودي عباره عن انبوبه مقلوبه على شكل حرف يو، بورس فيها فتحات تسمح بتبادل الايونز. ايا كان السولت اللي فيها هيبقى بوزيتيف ونيجاتيف. يحصل ايه؟ البوزيتيف ايونز هتروح تجري على الكوبر الكترود عشان في هنا نيجاتيف سلفيت ايونز كتير، وبعدين النيجاتيف ايونز كلورايد هتروح تجري على الزنك الكترود عشان في هنا بوزيتيف ايونز كتير. وبكده يبقى حصل نيوتراليزيشن للهاي كونسنتريشن بتاع البوزيتيف والنيجاتيف ايونز اللي في التو هاف سيلز، وتفضل البطاريه شغاله لفتره طويله. وده كان فكر دانيال، عشان كده دي بنقول عليها دانيال سيل. ده كان تنفيذ
مش فكر، ده فكر جلفاني. فكر جلفاني ان هو يجيب حاجتين، حاجه يحصل لها اوكسيديشن وحاجه يحصل لها ريدكشن، ونستغل حركه الالكترونز في الحصول على الكهرباء. اللي نفذ بقى الكلام ده كان دانيال. فدي كده تعتبر عموما جلفانيك سيل، لانها بتحول الكيميكال رياكشنز ريدوكس رياكشن انتو الكتروسيتي. ولكن اللي نفذ دانيال، عشان كده دي تعتبر جلفانيك سيل او دانيال سيل. بطاريه العربيه جلفانيك سيل، بطاريه الموبايل جلفانيك سيل، الدراي باتري تعتبر جلفانيك سيل، واي سيستم يحول الكيميكال رياكشنز انتو الكتروسيتي نقول عليه جلفانيك سيل. انما دي بالذات دون عن بقيه الجلفانيك سيلز اسمها دانيال سيل. طيب لو انا بقى حبيت اعبر عن الاوفر اول رياكشن، ادي الانوديك وادي الكاثوديك رياكشن بنجمعهم، بس بشرط بنشطب الاثنين الكترونز متكررين فوق في البرودكتس على اليمين وتحت في الرياكتنس على الشمال. فبدل ما اجمع التو ايكويشنز والاقي التو الكترونز ريبيتد في التو سايدز، من الاول خالص بشطبها. مين في الرياكتنس اللي فوق؟ الزنك اتوم. ومين في الرياكتنس اللي تحت؟ الكوبر ايونز. مين في البرودكتس اللي فوق؟ الزنك ايونز. مين في البرودكتس اللي تحت؟ الكوبر اتومز. ده كده الاوفر اول رياكشن. الاسلوب الاشيك بقى ان انا استخدم السيمبوليك اكسبريشن، وقلنا ان الزنك اللي هو الانود كان اتومز بزيرو وبقى ايونز بوزيتيف 2، وان الكوبر اللي هو الكاثود كان بوزيتيف 2 وبقى اتومز بزيرو، والخطين دول بيعبروا عن السولت بريدج. ده كده السيمبوليك اكسبريشن. بنبدا بالانود الاكسديشن نمبر يزيد عشان حصل اكسديشن، بعد كده الكاثود الاكسديشن نمبر يقل عشان حصل ريدكشن. اما الاي ام اف نحسبها ازاي؟ بناخد الاوكسيديشن بوتنشال بتاع الانود اللي هو الزنك او ايا كان، بلس الريدكشن بوتنشال بتاع الكاثود اللي هو الكوبر او ايا كان مين هو الكاثود. طيب الارقام دي الاوكسيديشن بوتنشال بتاع الزنك او اي انود والريدكشن بوتنشال بتاع الكوبر او ايا كان الكاثود، نجمع ده بلس ده فيدينا الاي ام اف. السؤال بقى الرقم ده والرقم ده بنجيبهم منين؟ بنقيسهم بالقياس عن طريق SHE Standard Hydrogen Electrode. يعني ايه؟ يعني هيدروجين جاس متجمع على السيرفس بتاع البلاتينيوم ومحطوط في قلب سوليوشن يكون فيه هيدروجين ايونز وليكن HCl، ويبقى انت كده عندك اللي على السلك البلاتين هيدروجين اتومز، واللي في السوليوشن هيدروجين ايونز. ويبقى انت عندك احتمالين، يا اما الهيدروجين اتومز اللي على السلك تفقد الكترونز يعني اوكسيديشن وتتحول لهيدروجين ايونز، او ان الهيدروجين ايونز اللي في السوليوشن تاخد الكترون وتتحول لاتومز يعني يحصل ريدكشن يعني جينينج اوف الكترونز. ولكننا وجدنا ان كميه الاتومز اللي بتتحول لاينز باي اوكسيديشن قد كميه الايونز اللي بتتحول لاتومز باي ريدكشن، وده معناه ان الهيدروجين قدرته على الاوكسيديشن تساوي its ability for the reduction، وان مفيش فرق ما بين الاوكسيديشن بوتنشال والريدكشن بوتنشال، الفرق ما بينهم بزيرو. فاعتبرنا ان الاوكسيديشن بوتنشال بتاع الهيدروجين الكترود equals reduction potential which equals zero، وعشان كده بنقول عليه standard electrode. ويمكن استخدامه اهو SHE في القياس، نقيس على اساسه ونحط هنا زنك الكترود، وعن طريق الفولتميتر انا عارف ان SHE ده بزيرو والفولتميتر بيقيس الفرق ما بينهم، فالقراءه دي بتعبر عن الاكسديشن بوتنشال بتاع الزنك الكترود. ولو شلت الزنك الكترود وحطيت ايرن الكترود، القراءه بتاعه الفولتميتر هتقيس الاكسديشن بوتنشال بتاع الايرن. وبنفس الطريقه قيسنا الاكسديشن بوتنشال بتاع كل الالكترودز بتاعه كل الميتلز، ورحنا مرتبينهم descending in a series، وسمينا السيريس دي الكترو كيميكال سيريس، او بنقول عليها
الكترو موتيف سيريز. ومن الملاحظ بقى ان السيريز دي تتميز بشويه بوينتس اهم قدام حضراتكم، ان كل الاليمنتس اللي فوق at the top of the series عندهم high oxidation potential بالبوزيتيف، يعني بيحبوا الاكسديشن، يعني بيحصل لهم اكسديشن، وعشان كده بنستخدمه as a nodes، واللي بيحصل له اكسديشن يعتبر reducing agents. الاليمنتس اللي تحت الهيدروجين اللي هي الحاجات الغاليه زي النحاس، الكوبر والسيلفر، الفضه والجولد، الذهب والبلاتينيوم، البلاتين، دول عندهم low oxidation potential، يعني ما بيحبوش الاكسديشن، ما بيفقدوش الكترونز، بل بالعكس بيحبوا الريدكشن، يعني عندهم اللي تحت high reduction potential فبيحصل لهم reduction، فبحب استخدمهم as cathodes، واللي يحصل له reduction يعتبر oxidizing agent. ولو عندي galvanic cell فيها اثنين elements والاثنين at the top of the series، اللي عنده oxidation potential اعلى يبقى الانود، ولو الاثنين elements من تحت الهيدروجين يبقى اللي عنده reduction potential اعلى هو الكاثود and so on. بعد كده بقى دخلنا في الجزء بتاع الالكتروليسز، وياريت حضرتك تطلع فاصل مع نفسك كده، وقف الفيديو واعمل ريفريشمنت وارجع تاني. كلمة الالكتروليسز معناها ان انا استخدم الكتريسيتي للحصول على كيميكال رياكشنز، والالكتروليسز عكس الجالفانيك سيلز، ان انت تستغل الكهرباء في الحصول على chemical reactions. وادي المصدر بتاع الكهرباء، باتري، خطين، طويل بوزيتيف انود والقصير نيجاتيف كاثود. بالمناسبه بقى انا ما بقررش مين انود ومين كاثود الا لما اشوف مين بيحصل عنده اكسديشن ومين بيحصل عنده ريدكشن. فاللي بيحصل عنده اكسديشن يعتبر انود، واللي بيحصل عنده ريدكشن يعتبر كاثود، ودي ملهاش علاقه بالتشارج خالص. يعني مثلا السلك ده نيجاتيف ليه؟ لان احنا وصلناه بالنيجاتيف بتاع الباتري. السلك ده بوزيتيف ليه؟ عشان احنا وصلناه بالبوزيتيف بتاع الباتري. مين فيهم انود ومين فيهم كاثود؟ لسه اشوف. اللي يحصل عنده اوكسيديشن يبقى انود، واللي يحصل عنده ريدكشن يبقى كاثود. طيب مين بقى اللي راح يجري على البوزيتيف الكترود؟ السي ال نيجاتيف. وكل كلورايد اين كان معاه الكترون زياده بيفقده، بيتحول لاتوم، والاتوم ترتبط باتوم تانية، ويطلع سي ال 2، ونضرب هنا في 2 وهنا في 2 عشان البالانس يكون مظبوط، وده معناه ان حصل لوزنج يعني اوكسيديشن، وطالما حصل اوكسيديشن اذا السلك ده يعتبر انود اهو. ده يعتبر انود، يعني الالكترود اللي بتنجذب اليه الاناينز اللي هي النيجاتيف اينز. والدليل اللي فعلا طلع كلورين جاس عند البوزيتيف بول اللي هو الانود. طب ومين بقى راح يجري على النيجاتيف بول؟ الصوديوم بوزيتيف راح يجري على النيجاتيف بول، وكل صوديوم اين كان ناقصها الكترون اخذت الالكترون من على السلك ده لانه نيجاتيف غني بالالكترونات، فحصل جيننج يعني ريدكشن، والصوديوم اينز اتحولت لاتومز وحصل بريسيبيتيشن عند النيجاتيف بول، وطالما حصل ريدكشن يعني جيننج يبقى ده كاثود. والدليل ان فعلا الملايين من الصوديوم اينز اخذت الكترونز اتحولت لاتومز وترص بالصوديوم اتومز عند النيجاتيف بول. طبعا اللي قدام حضراتكم دي عمليه اسمها الكتروليسز، المقصود بيها ان انا استغليت الكهرباء في الحصول على ريدوكس رياكشن. واذا كان اللي على الشمال ده الانوديك رياكشن واللي على اليمين ده الكاثوديك رياكشن، احنا بقى بنجمعهم ونعبر عن الاوفر اول رياكشن، بنشطب الاثنين الكترونز اللي فوق بالبلس واللي تحت بالماينس، فتبقى 2 ان اي بوزيتيف بلس 2 سي ال نيجاتيف يدينا 2 ان اي ميتال يترسب عند الكاثود، بلس سي ال 2 جاس ايفولفز عند الانود. طب وانا كده استفدت ايه؟ قدرت احضر صوديوم ميتال صعب الحصول عليه لانه اكتيف ميتال doesn't exist free in nature، وقدرت احصل على الكلورين جاز، اخد الكلورين جاز ده وادوبه في الميه واحضر كلوريكس
وده يعتبر من المنظفات. طيب افرض بقى حضرتك عملت نفس الكلام ده الكتروليسز، يعني استغليت الكهرباء في الحصول على ريدوكس رياكشن، بس المره دي بقى كان كوبر كلورايد سوليوشن يعني ده في قلب الميه، وكان الاثنين الكترودز دول مصنوعين من الكوبر، انود مصنوع من الكوبر وكاثود مصنوع من الكوبر، يحصل ايه؟ والله عند الانود مين اللي هيروح يجري على الانود؟ عندك حاجتين، عندك الكوبر سي يو اتومز اللي عند الانود يحصل اكسديشن وتتحول من اتومز لايونز، ده احتمال، وكان ممكن يحصل اكسديشن للسي ال نيجاتيف، وكان ممكن يحصل اكسديشن للاو اتش نيجاتيف، بس الكوبر عنده اكسديشن بوتنشال اعلى من السي ال نيجاتيف واعلى من الاو اتش نيجاتيف، فحصل اكسديشن للكوبر بدليل ان الملايين من الاتومز بتاعه الكوبر اللي على البار دابت في قلب السوليوشن وتحولت من اتومز لاينز، والثيكنس او السمك بتاع البار بعد ما كان كده اصبح كده، حصل كوروجن. طب ومين بقى اللي راح يجري على الكاثود؟ عندك الكوبر بوزيتيف هيروح يجري على الكاثود، والاتش بتاعه الميه بوزيتيف هتروح تجري على الكاثود، ويحصل ريدكشن للكوبر مش للهيدروجن، عشان الكوبر عنده ريدكشن بوتنشال اعلى من الهيدروجن، فاللي يحصل له ريدكشن هو اللي عنده ريدكشن بوتنشال اعلى اللي هو الكوبر، بدليل بقى ان الملايين من الايونز لما جت هنا واخدت الكترونز وبقت اتومز، البار بتاع الكوبر بعد ما كان ثين اصبح ثيك. وبالمناسبه بقى اذا كان ده كده الكاثوديك رياكشن، واللي تحت ده هو الكاثوديك رياكشن، لو جمعناهم الاوفر اول رياكشن هيبقى زيرو، ويبقى احنا عملنا كده عشان نحول الكوبر اللي كان عند الانود نحوله لبيوريفايد عند الكاثود، لان الكوبر اللي هنا كان امبيور، اما اللي هناك كله بيوريفايد، ودي احد التطبيقات اللي على الالكتروليسز. طب وقوانين فاراداي، والله حضرتك فاراداي عمل لنا قانونين، ده كده القانون الاولاني بيقول لحضرتك ان احنا لما عملنا الكتروليسز للمولتن صوديوم كلورايد، الصوديوم ميتال اترسب عند الكاثود والكلورين جاز طلع عند الانود، ونفس الكلام حصل هنا بس الاماونت اوف الكتريسيتي اكتر، فكانت الماس بتاعت الصوديوم اللي عند الكاثود اكتر، والماس بتاعت الكلورين جاز اللي طلعت عند الانود اكتر. وحبينا بقى نتاكد، فعملنا الاكسبيرمنت مره ثالثه باستخدام اي ام اف اعلى، فلقينا ان كميه الصوديوم اللي عند الكاثود كانت اكتر كميه، وكميه الكلورين جاز اللي طلعت عند الانود اكبر كميه، وده معناه ان كل ما الكوانتيتي اوف الكتريسيتي اللي بتمر تكون اكتر، الويت او الماس بتاعت السبستنس اللي تتكون سواء عند الانود او عند الكاثود او حتى بتستهلك تكون اكتر. ده قانون فاراداي الاولاني. طب وقانون فاراداي الثاني، لو مررنا نفس الكوانتيتي اوف الكتريسيتي اهي ثرو ديفرنت الكتروليتيك سوليوشنز، هنلاقي ان الماسز بتاعت السبستنسز اللي بتتكون سواء عند الانود او عند الكاثود بتكون دايركتلي بروبورشنال مع الايكويفالنت ماس. يعني ايه؟ يعني هنا الصوديوم بوزيتيف هيروح يجري على الكاثود النيجاتيف، ويتكون هنا صوديوم بكميه قليله. ليه؟ عشان الايكويفالنت ماس بتاعت الصوديوم قليله، اما هنا الكوبر بوزيتيف هيروح يجري على الكاثود ويحصل له بريسيبيتيشن، بس كميه الكوبر هنا اكتر عشان الايكويفالنت ماس بتاعت الكوبر اكتر، والسيلفر هنا اكبر كميه اترسبت لان السيلفر عنده اكبر ايكويفالنت ماس، فالماس بتاعت السبستنس دايركتلي بروبورشنال مع الايكويفالنت ماس، ده قانون فاراداي الثاني. طب والايكويفالنت ماس بقى اللي هي ايه؟ الايكويفالنت ماس اللي هي الاتوميك ماس على الفيلنسي،
يعني لما احسب الايكويفالنت ماس بتاعت الصوديوم اخد الاتوميك ماس على الفيلنسي والكوبر الاتوميك ماس على الفيلنسي والسيلفر الاتوميك ماس على الفيلنسي فيدينا اقل ايكويفالنت ماس للصوديوم واكبر ايكويفالنت ماس للسيلفر وده معناه ان كميه الصوديوم اللي هتتكون هنا قليله وكميه الكوبر اللي هتتكون هنا عند الكاثود اكتر وكميه السيلفر اللي هتتكون هنا عند الكاثود اكبر كميه يعني مين دايركتلي بروبورشنال مع مين الماس بتاعه الصوديوم قليله عشان الايكويفالنت ماس بتاعته قليله الماس بتاعه الكوبر اكتر عشان الايكويفالنت ماس بتاعته اكتر الماس بتاعه السيلفر اكبر كميه عشان الايكويفالنت ماس بتاعته اكبر ما يكون يبقى مين دايركتلي بروبورشنال مع مين الماس دايركتلي بروبورشنال مع الايكويفالنت ماس ده قانون فاراداي الثاني طب لما حبينا نكون من الصوديوم 23 جرامز اللي هي الايكويفالنت ماس احتاجنا كميه من الكهرباء قد ايه 96500 كولومز نفس كميه الكهرباء دي احتاجناها عشان نكون الايكويفالنت ماس بتاعه الكوبر هي نفس الكوانتيتي اوف الكتريسيتي اللي احتاجناها اهي عشان نكون الايكويفالنت ماس بتاعه السيلفر من هنا بقى استنتجنا قانون ان ال 96500 كولومز دي الكوانتيتي اوف الكتريسيتي اللي بتدينا الايكويفالنت ماس بتاعه اي سبستانس واحتراما وتمجيدا لاسم فاراداي قلنا ان الكوانتيتي اوف الكتريسيتي دي 1 فاراداي واصبح ده كده الجنرال لو اوف الكتروليسيس واصبح بقى المعلومه بتقول ان الواحد فاراداي اللي هو 96500 كولومز ده الكوانتيتي اوف الكتريسيتي اللي بتدينا الايكويفالنت ماس اوف اني سبستانس اللي هي الاتوميك ماس على الفيلنسي المسائل بقى بتيجي ازاي يدي لحضرتك الكوانتيتي اوف الكتريسيتي ويطلب منك الماس او العكس يدي لك الماس ويطلب منك الكوانتيتي اوف الكتريسيتي طب لو فرض وطلب الكوانتيتي اوف الكتريسيتي اعمل ايه اخد الون فاراداي واضربه في الماس واقسمه على الايكويفالنت ماس طب ولو عايز الماس اعمل ايه اخد الكوانتيتي اوف الكتريسيتي واضربه في الايكويفالنت ماس واقسمه على الون فاراداي اللي هو 96500 كولومز اما بقى لو طلب الايكويفالنت ماس بعمل ايه لو عايز الايكويفالنت ماس اهي باخد الماس واضربها في الفاراداي واقسمها على الكوانتيتي اوف الكتريسيتي والكوانتيتي اوف الكتريسيتي ايكوالز ايه الاي في تي وطبعا الاي بالامبير والتايم ان سكندز وبصراحه الجزء ده كده هو تشابتر 4 الجزء بقى بتاع البطاريات اللي هي الجلفانيك سيلز سواء كان البرايمري اللي هي الميركوري سيل والفيول سيل او سكندري اللي هي الكار باتري والليثيوم ايون باتري اي جلفانيك سيل في الدنيا يهمني ان حضرتك تبقى عارف مين الانود ومين الكاثود ومين الالكترولايت الانوديك رياكشن والكاثوديك رياكشن وتجمعهم ونعبر عن الاوفر اول رياكشن طب والابلكيشنز اون الكتروليسز سواء الاكستراكشن اوف الومنيوم فروم بوكسايت او البيوريفيكيشن اوف كوبر قلناها او الالكترو بليتنج بالسيلفر سبون او المعلقه الحديد لما نعملها بليتنج بطبقه من السيلفر كل الحاجات دي بصراحه كانت سهله جدا ومجرد ان حضرتك تعرف المعلومات دي بتتكلم عن ايه بس طبعا المشكله كلها كانت في المسائل او البروبلمز وخصوصا الافكارها بتبقى ادفانسد قوي وهو ده اللي احنا ان شاء الله هنركز عليه في الفيديو اللي جاي اللي هو الفيديو بتاع حل الاسئله الادفانسد 125 مساله كل مساله منهم فكرتها قويه جدا ده اللي احنا بقى بصراحه يعني هو ده اللي احنا المفروض ان احنا نركز عليه بشرط ان احنا نكون لمين الجزء بتاع شابتر 4 كشرح ان شاء الله مش هيبقى فيه مشكله خالص المشكله كلها في الحل احنا بقى ان شاء الله هنبدأ الفيديو بتاع الحل ودايما ربنا ان شاء الله يجعلنا سبب كده في انكم تتفوقوا والى ان نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.